الناصرية جاي يشتغل ببغداد هنا. والله لاك شغل هادي لاك شيء. الناصرية ماكو شغل؟ ابد والله. وبغداد؟ بغداد يوم ما اطلع 10 ايام قاعد. انت ايش تسوي؟ تو باقي بالناصرية احسن. وين اروح مثلا؟ ما ادري وين اولي. سوي المعاملات ذبيت مال عقود مال الداخلية مال حشيد. عندك واسطة عينونك ما عندك طلقان. زين انت بهاي الحالة ايش تسوي؟ زين سؤال هسه تقول انا جيت من الناصرية لبغداد. جيت بس هنا اهون يا اخي اهون. تشتغلوا 10 ماكو. والله يوم ويوم ماكو، يوم ويوم ماكو. تشتغل بس اهون عمالة. هاي بالمصدر وهاي دي. ها. والديوانية قلت لي بالديوانية؟ لا من اهل الناصرية قضاء النصر. الناصرية ما بيها شغل ابد؟ ايش بيها شغل؟ يعني حتى اذا اشتغل شغلها ما ادري ليش. شنو مشاكل اهل الناصرية هناك؟ مشاكلهم؟ اي مشاكلهم، شارع يسوونه والشارع الثاني يعرفونه. غير الشوارع. غير الشوارع. غير الشوارع بعد هون محافظة الله مطيح هذا وبالاخص قضاء النصر اللي قاعدين بيه احنا. يعني خدمات ما جاي يشوف. يعني انت مسؤول بهذا الشارع يوفرون لك كل شيء. انت زين. بهذا الشارع ما عندك مسؤول الضلع. لا مجاري لا ماء لا كل شيء ماكو. زين. يعني احنا الله منتقم من عندنا بقضاء النصر. الله وكيلك العباس كفيل. يعني تطلع من 6 الصبح لثلاثة العصر. دق لك ب 15,000. ايش كبرك حش السامع بقد المطي. يعني حد لا يخافون الله لا يعرفون الله وين صاير ابد. يعني انت شاب ايش كبرك؟ الساعة بالستة الصبح لثلاثة العصر 15,000. يعني انت تاخذ الشغل كله بمليون مليون ونص تطلع عامل 15 ذنبه. ذنبه شنو؟ تجي هنا لا لا اقول لك هنا يومي 30 انا اليوم طالع الحمد لله والشكر بس باكر الله كريم ما ادري اطلع ما اطلع. زين انت 30 فندقك اكلك شربك شنو هم ما سوى شيء. يعني بالاحتساب جاي نزور ونتونس ونمشي هاي لا اكثر ولا اقل. تجينا تتونس وتزور اي شنو بعد اذا هي 30 فندق واكلك وشربك وعشي يضل عندك. على شنو الاعداد ذات اليوم باليوم تطلع؟ لا بس تروح غادر 15 باليوم تطلع 30 مقضيها ونستك ومقضيها راتك ايش سويت؟ ما سويت قلت لك يعني فندق هم ياخذ منك خب ما تنام بلاش انت هنا واكلك هم ببلاش. يعني شي يضل من هم يضل منه شيء قليل. بالناصرية بقضاء النصر 15 سوين تكت جقار ب7000 غاد ما اسوي شيء يا بعد قلبي. فاحنا مشكلين احنا الحكومة العراقية الله مطيح ما كش ما مطيح حقوقنا ما مطيته.